بعد افتتاحه منتصف العام الماضي، بدأ العمل بمجمع محاكم الجهراء المكون من 16 طابقا تشمل 80 قاعة محاكمة بنظام صديق للبيئة ومسرح معماري فريد. مهمة القاضي أن يحقق العدل، ومن أدوات تحقيق العدالة أن نهيئ له البيئة المكانية والبنية التشريعية التي تعينه على تحقيق العدل. هذه رسالة أيضا أني قادم للمحافظات الأخرى، سأوفر على المال العام 400,000 دينار وفرناها في انتقال محاكم الأسرة وغيرها النيابة العامة وكذلك المحاكم الأخرى. أيضا ليعلم الجميع هذا المبنى تحديدا هو ضعف قصر العدل مرتين، فبالتالي هذه الرساله اللي يجب ان تصل. ايضا نحن في حكومه او حملتنا نيو كويت او الكويت الجديده نريد ان نوصل للشعب الكويتي رساله امل. قاعات مجهزه بانظمه الكترونيه حديثه، كذلك الادوار كلها متوفر فيها استراحات لجميع رجال القضاء والسلطه القضائيه وكذلك المحامين في كافه الادوار. 16 دور ادارات وزارات العدل بدأت وباشرة أعمالها اليوم بفضل من الله. إشادة نيابية بالمبنى الجديد لما سيقدمه من تسهيلات لأهالي المحافظة موفرا الوقت عليهم والجهد. اليوم مثل هذه المشاريع اللي نحتاجها احنا في محافظة الجهرة وفي محافظة الأحمدية والفروانية، بهذه المشاريع النوعية اللي راح تخفف الضغط على العاصمة وراح تخفف الضغط على بنيتنا التحتية. شكرا للديوان الأميري وشكرا لوزارة العدل وشكرا لكل من ساهم في هذا المبنى. مبنى مهيئ مجهز يعطي خصوصية للمحاكم، فبالتالي يعني اليوم سعيدين جدا ونبارك مرة أخرى للشعب الكويتي افتتاح هذا المبنى. كنت أنا بالعدل وكنت بوزارة العدل، كنت أتمنى هذا المبنى من قديم وطالبت فيه من قديم، وحقق إن شاء الله هذا المبنى وهو مجمع المحاكم، وكان يلم أهل المحاكم يخف عليهم عناء الطريق، كانوا شيبان أو كانوا نساء، وهذا شيء طيب وشيء مبنى نظيف وممتاز حتى للمواقف فيه والمبنى كذا دور. مفخرة معمارية ستساهم بتقديم أفضل الخدمات بمرافقها الذكية لتسهيل العمل على الموظف والمراجع. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.